بتخاف من المسرح؟ أنا أصلا ممثل مسرح، بدايتي كانت في مسرح الجامعة، لكن المسرح يظل هو صاحب الهيبة الأكبر. ما وقفتش عليه ليه تاني بعد ما نجحت كممثل؟ ما جاتش الفرصة، بس أتمنى أن أرجع للمسرح. لو حياتك مسرحية تختار لها اسم إيه؟ طموح. لو هتكتب فصول مسرحيتك تختار تكتب الفصل الأول من تجربتك الإنسانية ولا من مشوارك الفني؟ لا، من تجربتي الإنسانية، لأن هي اللي أهلتني للمشوار الفني. تبدأها منين؟ من طفولتي، من عين شمس. لأن كل ده اللي أثر عليا بعد كده في مشوار الفني. إيه في طفولتك؟ كل طفولتي، تربيتي، نشأتي، بيئتي، علاقتي بأهلي، علاقتي بصحابي، كل ده كان مخزون عندي وأنا صغير، قدرت إن أنا أكبر بيه فينعكس عليا في مشوار الفني. على السيرة دي، إنه انعكس عليك في مشوارك الفني، أحمد العوضي مصدر نفسه دايماً بطل شعبي، الشهامة والرجولة والطبع عين شمس وطبع المناطق الشعبية. ما بتحسش إن ده مخلي مفيش فصل بين حقيقتك وبين الأدوار اللي بتلعبها؟ لا خالص، أنا بحمل قضية معينة أنا كبرت بيها، ما كنتش كاره وما كنتش رافض لكوني ابن منطقة شعبية، وإن أنا من بيت مش غني ومش حتى متوسط. ما كنتش رافض ده من وأنا صغير، وأنا طفل صغير كنت أحبه. فلما كبرت بيه إن أنا بفتخر بالنشأة دي، ما كنتش رافض ليها وأنا صغير. فعشان أكبر يبقى تصرفاتي عكس اللي أنا شديد، هو زي ما أقول لك إيه، ما قلع الجلابية، مش عايش عيشة أهله. لا، أنا عشت عيشة أهلي وهفضل عايش عيشة أهلي وأنا صغير، حتى لو أنا النهاردة نجمة أو حتى النهاردة أنا. طب كممثل مش المفروض أن الممثل يجسد شخصيات مختلفة، شخصيات مش شبه بعض؟ ما أنا بعمل كده. هو أنا لما عملت الاختيار ده دور إرهابي، لما عملت الخديوي دور راجل بلطجي، لكن يحمل طابع من الجدعنة. لازم البصمة بتاعتك، امضتك على الأدوار، لأن هو ده بالنسبة لي الراجل. الراجل لازم يبقى جدع، الإنسان لازم يبقى جدع. هو ده الموضوع. الكوماندا سعيدي ملوش علاقة بالخديوي، بس يحمل طابع الجدعنة والرجولة. تمام. عملت عرب السويركي، هو واحد تاني مختلف عن الخديوي والكوماندا وشمع عشماوي، لكن يحمل طبع ابن البلد. لكن انا مش المفروض النهارده مني عشان اثبت لك ان انا اتاثر بكلامك، فكلامك يلعب في دماغي فاعمل لك شخصيه مختلفه فاطلع بره النطاق اللي انا مؤمن بيه، فاعمل لك روسي يعني، اعمل واحد امريكي، ما بعمل مصري. ايه اصل المصري؟ المصري اصله الشهامه والجدعنه، المصري اصله الطيبه، المصري اصله الكرم.